رصاصة تبحث في الطرقات والشوارع. أصابت امرأة كانت ترث ابنها وتمس صدرها وجعل في فم رضيعها. ذهبت رصاصة رأسها بينما كان العيب في الرأس. ربما كان العيب في الرأس الذي اعترض طلق الرصاصة. الذي دس الرصاصة في الرأس، أم في السبب الذي جمع في لحظة ظالمة ما بين رصاصة ورأس. يمكن أن يكون هذا العيب العاقل الوحيد الذي أطلق الرصاصة، القناص. إن أعطاك الخبز أخذ لحمك، أعطاك القطرة أخذ نهرك. أين أنتم يا أهل حلب؟ أين أنتم يا رجال حلب؟ في كثير من الحروب يستحيل الرجال إلى الماء في هذه القبور. وجدنا أنفسنا عرايا وأسارى